بتبدأ الحلقة 16 والأخيرة على رئيس شركة سي تشين وهو بيحاول يقتل روزالين، لكن تايم يبعدها وياخد هو الطعنة مكانها، وروزالين من الصدمة متتحركش وليتا تجري على أخوها وهي بتعيط، وجوريا والإف فور يكونوا واقفين بعيد وكل علامات الحزن مرسومة على وشهم وينقلوه على المستشفى وتكون حالته خطيرة لأنه فقد دم كتير. ولما مدير أعمال روزالين يقول لها إنه هيلغي اجتماع ليها عشان تفضل جنبه، روزالين ترفض وتقول له إنها لازم تجهز الأوراق الخاصة بيه، ولما تمشي تيا تكون مصدومة من تصرفات مامتها وتروح وراها وتسألها إذا كانت مش حاسة بالذنب، فروزالين تقول لها إنها سايباه في إيد أشهر الدكاترة وإن دي كانت حادثة ملهاش ذنب فيها. فتيا تقول لها وهي بتزعق إنها ما كانتش حادثة ولا حاجة، وإن كل اللي بيحصل بسبب إنها ما فكرتش في الناس، وإن أي إنسان بيكون عنده أولويات في حياته. وتقول لمامتها هي مش متأكدة إيه هي أولوياتها، لكن اللي متأكدة منه إن الطريق اللي هي ماشية فيه هيكلفها كتير وهيخسرها أكتر وهيأذي كل اللي بتحبهم. فروزالين تفضل متماسكة عيطش وتقولها ان الوقت فات وتمشي وتسيبها. وعلى الجنب التاني تكون جوريا والإفور جنب أوضة العمليات بتاعة تايم، وتكون جوريا منهارة من العياط. ويعدي أيام ونروح لجوريا وتكون بتعمل 1000 نجمة ورقية كاتبة فيها أمنيات لتايم تساعده انه يفوق من الغيبوبة، ورين يطمنها ان تايم هيفوق وانه مش هيستسلم بسهولة، هو هيفوق عشان يكون معاها. ويقوله مكالمة من كيفن يعرفه ان تايم فاق من الغيبوبة ويقول له خبر يغير وش رين. ولما جوريا ورين يروحوا يزوروا في المستشفى يلاقوا كيفن وام جي واقفين بره، وام جي يقول لهم ان الحراس بتوع روزالين مانعين اي حد من الدخول لتايم وانهم مش فاهمين ايه اللي بيحصل، وكل اللي عارفينه ان تايم فاق ولكن حالته الصحيه مش زي الاول. ونروح لروزالين وتكون متعصبه على الدكاتره المسؤولين عن حاله تايم، وده لان تايم فاق فقد ذكرياته بخصوص ال4 سنين اللي فاتوا، وده بسبب ان قلبه اثناء العمليه وقف عن النبض لفتره وده خلى الدم ما يوصلش لدماغه. فتيا تهد مامتها وتقول لها ان حالته هتتحسن وان دي نعمه ان تايم حي وما ماتش، لكن روزالين تكون سرحانه وبتفكر في حاجة. وفجأة تروح لتايم وتوري له صورته مع باقي الاف فور عشان تشوفه فاكرهم ولا لا، لكن تايم يكون فاكرهم كلهم ومش ناسي منهم حد. ولما توري له صورة جوريا تايم ما يكونش فاكرها، وتيا تحس ان مامتها ناوية تعمل حاجة. ولما توقفها روزالين تطلب من رجالتها انهم يخرجوها، وبعدين تسأل تايم اذا كان لسه بيحلم ان يحكم مجموعة باراما، فتايم يقول لها اه، وترجع تسأله اذا كان مستعد يسمع كلامها ويعمل اي حاجة عشان يحقق احلامهم في انهم يكبروا الشركة، فتايم يقول لها انه مستعد. وبعدها ينقلوا تايم على اوضه تانية، فجوريا تشوفه وتفضل تنادي عليه لكن الحراس يمنعوها انها تعدي تروح له، فالاف فور يخبطوا الحراس ويمسكوهم عشان جوريا تعدي لتايم. ولما جوريا تروح له وتساله عن حالته ما يكونش فاكرها ويبعدها عنه ويكون بيتصرف بنفس الشخصيه القديمه اللي كان عليها من 4 سنين، فجوريا تقف مصدومه وما بتتحركش. وتيا تروح لها وتحضنها وهي بتاسف لها انها ما عرفتش تعمل حاجه عشان تساعدهم، وتحكي لها ان تايم فقد الذاكره وان مامتها بتحاول تستفاد من فقدانه للذاكره وترجع كل حاجه زي الاول وتحذفها من حياة تايم، زائد انها قررت توقف علاجه. في الوقت ده تكون روزالين بتمسح من موبايل تايم كل صور جوريا وكل حاجة لها علاقة بيها، ويتجمعوا الاف فور في محل الزهور ويكونوا خايفين ان تايم يرجع لطبيعته القاسية اللي كان عليها من 4 سنين. والعم جاي يكون زعلان على جوريا ويطلب منهم انهم يكلموا تايم بخصوصها، لكن ام جي يقول له ان روزالين فاهمة هم ممكن يعملوا ايه ومنع الكل من انهم يوصلوا له ومراقباه طول الوقت، لدرجة انها منع العم يو وتيتي وجيو انهم يدخلوا له، وحذفت كل البيانات الموجودة على موبايله والكمبيوتر بتاعه. فالعم جاي يسألها إذا كانت جوريا هتقدر تواجهها وتحارب عشان تايم، وفجأة يسمعوا صوت صريخ جوريا وهي بتشتم تايم إنه نساها، فهم بعد ما يسمعوا صوتها يتأكدوا إنها مش هتستسلم وهتواجه روزالين وتساعد تايم بإن ترجع له الذاكرة، وكيفن يقول لها إنهم هيساعدوها وإنه عنده خطة عشان يخليها تقابل تايم. ونروح لروزالين وتكون عاطية لتايم ورق خاص بالشغل وتلاحظ إنه فقدانه للذاكرة مش مأثر على شغله وإن شغله زي زمان، وتايم يطلب منها إنه عايز يشوف اصحابه، فهي تقول له ان هو لسه تعبان وما تعافاش بشكل كامل وانه لو اشتغل بشكل احسن هتخليه يمسك الشركه زي ما كان بيحلم دايما، وانه ما يقلقش بخصوص ذاكرته وانها ترجع له. ولما تخرج تلاقي مدير اعمالها داخل لتايم بالعلاج، فروزالين تاخده منه وترميه في الزباله. ونروح للاف فور ويكونوا بيجهزوا خطه لجوريا عشان تدخل لتايم من غير ما الحراس يشوفوها وفي وقت مامته ما تكونش في البيت، وان العمه يو هتساعدهم وتكلمهم بعد ما روزالين تمشي، وتيتي وجيو هيحاولوا يبعدوا الحراس الموجودين على باب اوضه تايم، وتقدر جوريا تدخل لتايم وتحط ايديها على بقه عشان ما تخليهوش يتكلم وتطلب منه يسمعها وانها تحكي له على حاجه مهمه، وبعدين توري له صورهم وهم مع بعض وتوري له اللعبه اللي كان جايبها لها والرسائل اللي بينهم، لكن تايم ما يصدقهاش ويقول لها ان الرسائل مش هو اللي بعتها وان الصور متفبركه. ولما ينادي الحراس جوريا تحاول تمنعه، فتايم يبعدها عنه ويقول لها ان واحد زيه لا يمكن انه يكون مع واحده زيها، ولما يقلل منها جوريا تضربه زي اول مره وتطلب منه يرجع زي الاول لانها مستنياه، ورغم انه فاشل
إلا إنها بتحبه وتفضل تتكلم، فتايم يحس إن الموضوع مألوف بالنسبة له ويفتكر هوامس ذكريات من الماضي ويحس بصداع جامد، وجوريا تطلب منه يحكي لها هو افتكر إيه وهي هتساعده، لكن أفكار تايم تكون متشتتة وما يكونش قادر يرتبها. وفجأة ماما تايم تدخل عليهم وتمسك إيد جوريا وتبعدها بعيد عن تايم، وتأمر الحراس بتوعها يخرجوها برا، ويكون تايم واقع على الأرض من كتر الصداع. وروزالين تخرج ورا جوريا وتزعق لها لأنها أذيته، فجوريا تقول لها إنها جاية عشان تساعده وإن هي اللي بتأذيه لأنها مش بتهتم بمشاعره وبتهتم بس إزاي تستغله، وإنها بكده خدعته وخليته شخص هي عايزاه، وتقول لها إن تايم مش لعبة وإنه ابنها وإنها متأكدة إنها مش بتحبه. فروزالين لما تسمع كلام جوريا تضربها بالقلم على وشها وتقول لها إنها مش عارفة حاجة وإنها بتعمل كل ده لمصلحة تايم. وبعدها تأمر رجالتها إنهم يقفلوا البوابات ويمنعوها إنها تدخل، ويجي للإفور مكالمة من العمة يو إن جوريا لسه واقفة قدام البيت وما بتتحركش من ساعات، وفجأة الجو يمطر وجوريا ما تستسلمش وتفضل واقفة، وتيا لما تشوفها من الشباك تكون زعلانة عليها وتروح لمامتها، ولكن مامتها تكون منع أي حد يدخل عليها، وتيا تفضل تترجى مامتها من ورا الباب إنها توقف اللي هي بتعمله وإنها تفتح قلبها لأنها نفسها تشوف تايم سعيد بالطريقة اللي هو عايزها، وإن الشخص الوحيد اللي فاهم تايم هي جوريا. وروزالين تروح لجوريا وتقول لها إنها مش هترجع عن قرارها، ولكن عايزة تعرف هي هتفضل واقفة لحد إمتى بالشكل ده، وإنها مهما تقف مش هتخليها تشوف تايم. فجوريا تقول لها إنها مش واقفة عشان تايم، ولكن عايزة تكلم معاها، وتقول لها إنها لما ضربتها بالقلم سألت نفسها عن سبب عصبيتها لحد ما فهمت إنها ما تقدرش تتحمل إن حد يقول لها إنها مش بتحب تايم، وإنها مش أنانية، بالعكس إنها خصصت حياتها لتايم عشان بتحبه ونفسها تشوفه سعيد، لكن نسيت حاجة مهمة، وإنها ما سألتش تايم عن إيه الحاجة اللي تخليه سعيد، وإن تايم مش عايز سلطة ولا فلوس، كل اللي عايزه الحب. فروزالين تسكتها وتقول لها إن تايم من وهو صغير أكتر حاجة كان عايزها هي إن يمسك مجموعة براما. فجوريا تقول لها إن لو هو عايز يمسك براما فده عشان بيحبها وعايزها تكون فخورة بيه، وإن في مرة حكى لها إنهم لما بيكونوا قاعدين وبياكلوا بيكون ممنوع عندهم الكلام والضحك، وإنهم بيكون في مسافة كبيرة بينهم، لكن لما كان بياكل مع عيلتها حس الأول مرة بالسعادة والدفء، وإنه مش محتاج حاجة كبيرة، كل اللي محتاجه يتجمع مع عيلته اللي بتحبه، وإنها مش مشكلة بالنسبة لها إنها ما تشوفش تايم. وتقول له روزالين إنها بتتمنى تشوف ضحكته زي ما هي شافتها، وروزالين تفتكر إنها من بداية حياة تايم وهي بتعلمه الشغل، وإنها فعلا ما شافتش ابتسامته، وإنها كانت دايما بتشوف في وشه نظرة الخوف والزعل، وبالرغم من إنها بتكون متأثرة من جواها تكون بتتصنع القوة وتتأثر روزالين بكلام جوريا. وفجأة تسمع صوت تايم وهو بيزعق لها عشان بتكلم مامته بالطريقة دي، ويقول لها إن سعادته مش حاجة صغيرة زي ما هي قالت، وإن حلمه الوقوف على القمة وده حلم أي شخص في عيلته، لكن جوريا تعيط وتقول له إن ليه حلم تاني أهم، فيسكتها بكل عصبية ويطلب منها ما تتصرفش وكأنها تعرفه، ولما تقول له إنها تعرفه يمسكها من هدومها بأسوأ ويقول لها إن اللي يعرفه ما يتجرأش يرد عليه لأنهم عارفين إيه اللي هيحصل لهم لو اتعصب، وإن إزاي هي كانت حبيبته وهي بتبص له بصة مليانة خوف ويزقها بعيد. فجوريا تعيط وتطلب منه إنه يرجع لها تاني زي الأول، فتايم يطلب منها إنها تبعد عنه ومش عايز يشوف وشها. فجوريا تقول له إنها لو مش هتقدر ترجعه ليها مرة تانية هتتمنى له التوفيق في حياته، وتودعه وتقول له إنها بتحبه وتمشي وهي بتعيط. وبعد ما تمشي إيده تترعش جامد والصداع يزيد عليه، ويطلب من مامته يدخل البيت لأنه حاسس بالتعب، وبعدين المطر يوقف، وروزالين تاخد بالها إن تايم واقف في مكانه وبيبص على حاجة على الأرض، ويطلع إنه بيبص على سلسلة جوريا تكون واقعة على الأرض، وياخدها ويفضل يبص فيها جامد والذكريات ترجع له واحدة ورا التانية. فمامته لما تبص عليه تسأل مدير أعمالها إذا كان بيؤمن بالمعجزات، فمدير أعمالها ما يكونش فاهم هي قصدها إيه، فتطلب منه إنه يفتح الباب، ولما تلاقي تايم بيتوجع من الصداع وبيبص على السلسلة تطلب منهم إنهم يفتحوا البوابة حالا زي ما تكون حاسة إن تايم رجعت له الذاكرة، وتايم يقوم يجري على البوابة ويخرج منها يدور على جوريا، وروزالين تفضل تترعش وتعيط بكل قوة. وتايم يوصل لجوريا ويسألها إذا كان فعلا هو اللي عطاها السلسلة، فهي تقول له إنهم كانوا بيحبوا بعض، وتايم فجأة يتعب ويكح، فجوريا تجري عليه وتلاقي حرارته عالية فتخرج له علاج من شنطتها عشان تدهوله، لكن تايم يرفض ياخده، فجوريا تضربه كعادتها، فتايم يفتكرها زمان وهي بتضربه فيتعصب عليها، ولما تديله الدواء غصب عنه يرجع يفتكر إنها ادتهوله قبل كده برضه بنفس الطريقة، وجوريا ترجع تعمل معاه زي ما كانت بتعمل قبل كده وتنيمه على رجليها وتهديه، فتايم يفتكر لما كان نايم بنفس الطريقة في بيته، وأخيرا كل الذكريات الخاصة بالأربع سنين اللي فاتوا ترجع له، ويعيط لأنه بيحس إنه أذاها من فقدانه للذاكرة، لكن جوريا ما يفرقش معاها لأنه بيكون مهم عندها إنه رجع لها من تاني. وبعدها يتصوروا وينشروا صورتهم سوا، وتايم يعلن إنه ارتبط بيها، فالإفور وعيلة جوريا والخدم اللي عند تايم والكانينج والعم جا كلهم يشوفوا الخبر ويكونوا طايرين من السعادة، ويعدي وقت وتايم يضطر يسافر لأمريكا لمدة أربع سنين عشان شغل، وجوريا تودعه وتقول له إنها تفضل مستنية.
إياه. وتعدي سنتين وأهل جوليا خلال السنتين يرجعوا لتايلاند ويعيشوا مع جوليا في نفس الأوضة بتاعتها اللي العم جا كان ادهالها في المحل بتاعه لوقت ما بيتهم يترمم، ويكونوا بيحتفلوا بآخر يوم لجوليا في المدرسة وإنها أخيرا هتتخرج وتشوف على التلفزيون تايم، ويكون ضيف في برنامج بسبب نجاحاته خلال السنين اللي فاتت، وجوليا تكون فرحانة بيه إنه بيكبر يوم بعد يوم بالرغم إنها حاسة بالوحدة من غيره، وأمه تكون بتتفرج عليه هي كمان وتكون فخورة بيه وتكون اتغيرت وبقت واحدة تانية. وكيفن وإم جي يروحوا لجوليا عشان ياخدوها ويوصلوها على المدرسة كعادتهم خلال السنين اللي فاتت، وده السبب إن تايم طلب منهم يوصلوا جوليا كل يوم وهي رايحة وجاية من المدرسة، وكل يوم يكلمهم ويطلب منهم إنهم يمنعوا أي واحد يقرب منها، لكن جوليا ترفض إنها تروح معاهم وتطلب منهم إنها تروح المرة دي لوحدها، فهم يوافقوا ويعرفوها إن مدير المدرسة عزمهم على حفلة التخرج بتاعتهم وإنهم جايين، فجوليا تفرح لأنها بتفكر إن تايم هيجي هو كمان، لكن كيفن يقول لها إنهم ما يعرفوش تايم هيجي ولا لأ، وجوليا تروح على المدرسة وتقابل هناك رين ويكون معاه بوكس ليها، ويكون تايم هو اللي بعته لها عشان الحفلة بتاعتها، وجوليا تديله فلوس الدين اللي عليها ليه وتكون دي آخر دفعة في دينه، ورين يعرفها إن ميرا هتتجوز وهو هيرسم كل أصحابه عشان يبعتها لها كهدية ليها، ويطلب منها يرسمها، فجوليا توافق، ولما جوليا تروح وتفتح البوكس تلاقي فيه فستان أبيض عشان تحضر به الحفلة، وقبل ما تروح على الحفلة تساعد أهلها في إنهم ينقلوا على بيتهم الجديد، ولكن تحصل معهم مشكلة في الطريق وجوليا تتأخر على الحفلة، فمامتها تقول لها إنها تمشي وهم هيتصرفوا، وأخوها لما يديها الفستان بتاعها يقع منه في الطين ويتبهدل، ويكون الوقت اتأخر فجوليا تجري تروح بهدوم المدرسة اللي هي لابساها، ولكن تلاقي إن الحفلة خلصت والكل روح، فتقعد على الطريق وهي زعلانة وتلاقي جنبها بطاقة الF4 ويكون مرسوم عليها خريطة، ولما تمشي في الطريق تلاقي كل شوية كارت يوصلها لمكان تاني، ومع آخر كارت تلاقي الF4 ويقولوا لها إن الشخص اللي اداها البطاقة مستنيها وياخدوها عشان تشوفه، ولما تدخل تلاقي في شاشة كبيرة وتفتح على تايم ويسألها هي ليه اتأخرت وإنها ليه مش لابسة الفستان اللي هو بعته لها، فتحكي له على اللي حصل، فما يهتمش وبيسألها إذا كانت حزينة عشان هو مش معاها، فجوليا تقول له لأ وإنه بيشتغل، فتايم يزعل إنها مش مهتمة بيه وإنهم ما شافوش بعض من فترة طويلة، وفجأة وهما بيتكلموا يدخل الF4 عند تايم، فجوليا تستغرب وتكتشف إن تايم رجع لتايلاند ويقول لها إنه ما يقدرش الحفلة بتاعتها، وبعدين يروح لها ويفاجئها ويطلع إنه عامل لها حفلة تانية بدل الحفلة اللي فاتتها، وإنه طلب من أصحابها ما يمشوش، ويعتذر لها إنه غاب عنها فترة طويلة وإنه خلى الشغل في أمريكا وحقق حلمه، ويقول لها إنه عايز يقول لها حاجة مهمة، وفجأة يرقى على رجل واحدة فنفرح إن أخيرا تايم هيعرض على جوليا الجواز، لكن يطلع بيربط رباط الجزمة فيصدمنا ويصدم جوليا ويصدم الF4، وتطلع إن الحاجة المهمة اللي كان عايز يقولها لها إنه هيستناها لو هتكمل دراستها، المهم يرجعوا يحتفلوا وجوليا ترقص مع الF4 واحد ورا التاني، وتكون فرحانة وهي بتفتكر كل الذكريات اللي مرت بيها معاهم وإنهم ساعدوها، الأول إم جي اللي بيحب الحياة واللي بيحط أصحابه دايما في المرتبة الأولى من حياته رغم إن عيلته مافيا لكن عنده جانب حساس وطيب، ونروح لتاني واحد وهو كيفن اللعوب المستهتر لكن هو كمان عنده جانب حساس ودافي وملتزم مع الشخص اللي بيحبه فعلا، ونروح لرين اللي بيمثل الحب الأول لجوليا وأقرب شخص ليها في الF4 وبيفهمها وبتكون حاسة إن حياته هتكون جميلة، ونختم مع حب حياة جوليا تايم أكيرا رئيس الF4 والرجل اللي قلب حياة جوليا واللي بسببه اتعلمت إن القوة مش في الفلوس والسلطة ولكن في الحب، وبعد كل اللي هي مرت به معاه هو فاز بقلبها. وبس كده أحب أنهي مع فراولات الأمارات اللي بيكتبوا لي أحلى كومنتات في الدنيا، وقبل ما أنهي أتمنى من كل قلبي تعيشوا قصة حبكم في الحياة وتتقابلوا مع أبطال أحلامكم، بحبكم جدا، سلام.